السلام عليكم، اهلا بيكم طلبه وطلاب الصف الاول الاعدادي. النهارده هنشتغل مع بعض ريفيجن لماده نيو هالو. طبعا زي ما انت عارف سنه اولى اول سؤال عندك في الامتحان الاول بيجي لك سؤال لازم بتسمع كويس جدا القطعه الصغيره اللي بتتالف وبتجاوب عليها اسئله تشوز. تاني سؤال عندي بيكون supply the missing parts in the following dialogue او بيقول لك finish the following dialogue، محادثه ما بين شخصين ناقصه اجزاء وانا بكملها، وعشان نحلها طبعا بنشوف الديالوج الاول بيتكلم عن ايه. هنا عندي الكونفرسيشن او المحادثه ما بين احمد وما بين علي. احمد بيقول how was your birthday، كيف كان عيد ميلادك، وعلي قال له it was space، هو كان ايه، يعني معنى كده ان انا هجاوب طبعا بادجكتيف بصفه توصف العيد ميلاد كان عامل ازاي. احمد ساله did you have a party، هل اقمت حفله، علي قال له yes I space. طبعا هنا how was your birthday هبدأ أجاوب بصفة it was great, it was good, it was amazing, it was fantastic، أي صفة مناسبة إن أنا أوصف بيها عيد ميلادي. Did you have a party؟ طالما قلت yes يبقى الـ helping verb الخاص بالزمن اللي أنا سألت بيه هو اللي هجاوب بيه، ومعنى إني جاوبت بـ yes يعني هجاوب في الإثبات يبقى yes I did. نكمل الديالوج مع بعض. أحمد بيسأل بيقول space did it start؟ علي قال له it started at 7، هو بدأ الساعة 7. أحمد how did you feel، كيف شعرت، أنت حسيت بإيه في عيد الميلاد. علي قال له I felt happy، أنا حسيت إن أنا مبسوط، space most of my friends came، معظم أصحابي جم. أحمد what about your best friend، طب ماذا عن صديقك المفضل. علي قال له space he was ill he came to the party. طب نرجع كده نكمل الجزء اللي فوق. Space did it start؟ It started at 7، هو بدأ الساعة 7. يبقى أنا عايزة أسأل على الوقت، يبقى ممكن أسأل when، وطبعا ممكن أسأل what time. How did you feel؟ طب أنت حسيت بإيه؟ شعرت بإيه؟ قال له I felt happy، أنا حسيت إن أنا مبسوط. Not my most of my friends came، يبقى هقول علشان، لأن، يبقى طبعا ببين السبب باستخدام كلمة because. طب سأله what about your best friend، طب وصديقك المقرب ليك أقرب صاحب عندك جه، قال له not he was ill، هو كان مريض، he came to the party، هو جه الحفلة. احنا متفقين ان الكونتراست او التناقض او عكس الفكرة او المعنى ما بين جملتين ممكن اربط بكلمة ايه although. طب اشمعنى اخترنا هنا although مش but، لان عندي هنا الرابط بعد كده الفاكت او الحقيقة ان هو كان مريض، وبعد كده في الاخر التناقض، يبقى هنا لازم اربط بكلمة ايه although. طب نشوف كده مثال لديالوج كمان. هنا الديالوج ما بين ماجد وما بين باسم. ماجد بيقول هاي باسم، اهلا باسم. باسم قال له هاي ماجد. وير وير يو يسترداي، اين كنت امس، هو انت كنت فين امبارح. طبعا خلي بالك ان سؤالك هنا في زمن الباست سيمبل، بس لان الفعل الاساسي هنا هو فيرب تو بي ما فيش معاه فعل تاني، يبقى هنا عندي فيرب تو بي مين فيرب. اي ونت space the beach، طبعا احنا عارفين ان لما بقول ذهبت الى مكان يبقى الفعل go هيجي بعده حاجة. باسم how was the not there، ماجد قال له it was sunny، هو كان مشمس. طب نرجع لأول سؤال I went the beach، ذهبت الى الشاطئ، يبقى انا هستخدم preposition او حرف الجر to. how was the space there، it was sunny، sunny windy cloudy snowy rainy، كل دي صفات تخص ايه سنة اولى، excellent تخص الطقس، يبقى how was the weather، الجو كان عامل ازاي، قال له it was sunny. باسم سأله was it not there، قال له no it wasn't hot، لا هو ما كانش حر، it was fine، الجو كان كويس. باسم did you not swimming there، هل ايه للسباحة، قال له yes I did. طيب was it not there، هل كان الجو ايه، فقال له no it wasn't hot، ما كانش الجو حر، يبقى هو سأله was it hot، هل كان الجو حر. did you not swimming there، طيب انا عندي هنا الاكتيفيتي او النشاط اللي هو عمله، كلمة swimming تنتهي r by ing، يبقى احنا كده هنستخدم قبلها ايه طبعا go. طب احنا ليه يا ميس ما قلناش went واحنا بنتكلم في الباست، لان انت عندك ال helping verb اللي انت سألت بيه did الفعل الأساسي اللي هيكون بعدها في المصدر، يبقى did you go swimming. طب افتكر معايا كمان لو النشاط اللي أنا قلته حاجة زي فولي بول لعبة فيها كرة، يبقى الفعل اللي هستخدمه معاها هيكون ايه play. طب نشوف مع بعض كده نوع تاني من الأسئلة، سؤال correct
correct بيجي لي الجملة ممكن تعتمد على preposition على كلمة على grammar وأنا بشوف الخطأ فين وصلح. أول سؤال بيقولي حسام moved to Cairo 10 years ago. 10 years ago سنة أولى معناها إيه؟ منذ 10 سنوات. يبقى أنت كده بتشتغل في زمن الإيه؟ في زمن الباست. زمن الباست سيمبل الماضي البسيط. طب قبل ما نحل تعالى كده نركز ونفتكر مع بعض زمن الباست سيمبل. عشان أعمل جملة ماضي بتكلم عن أكشن عن حدث حصل وإيه وانتهى خلص. يبقى عندي السبجكت والفعل في الماضي. الفعل في الباست هيبقى يا إما regular فعل منتظم يا إما irregular فعل غير منتظم. الأفعال المنتظمة اللي هي بتنتهي دايماً بإيد زي. طب الفعل عندي زي الفعل هنا لو هو فعل منتظم وبينتهي بإي يبقى الإضافة بتاعتي هتكون إيه؟ دي. لو الفعل زي play زي watch يبقى أنا هضيف إي دي يبقى played أو watched. لو فعل زي study زي cry زي try بينتهي بليتر واي بحرف الواي وقبلها consonant letter هتبقى نهاية الفعل في الباست I E D. طب إيه الكيوردز أو الكلمات الدالة اللي ممكن تعرفني إن أنا في زمن الباست؟ زي ما أنت شايف هنا عندك في السؤال كلمة أجو منذ بيكون قبلها فترة زمنية. ممكن ألاقي كلمة yesterday اللي هي معناها أمس أو امبارح. ممكن ألاقي كلمة last الماضي أو الفائت. أقول last week, last month, last year, last Monday, last summer. ألاقي جملة in the past في الماضي. ألاقي أي تاريخ بيدل على الماضي. لو أنت بتحكي حاجة ممكن تبدأ ب once ذات يوم. Once upon a time في يوم من الأيام. يبقى أنا عندي هنا الجملة بتاعتي بزمن past simple و move the regular verb فعل منتظم نهايته إيه يبقى الماضي بتاعي هتبقى إيه؟ برافو عليكم سنة أولى هيبقى إيه؟ moved. طيب نشوف كده كمان جملة. I eat fish last week. تناولت سمك الأسبوع الماضي. برضو عندي هنا keyword اللي هي كلمة إيه؟ كلمة last. يعني معنى كده ان انت لازم تحل الفعل بتاعك في زمن الماضي. طب eat ده من الافعال الايه؟ الـ irregular الافعال الغير منتظمة. احنا قلنا الافعال المنتظمة هيكون نهايتها eat دي. طب الغير منتظمة دي عارفين انها مالهاش قاعدة، كل فعل بيكون له تصريف مختلف ودي الافعال اللي احنا بنعمل ايه؟ بنحفظ تصريفاتها. طب eat الماضي بتاعها ايه سنة اولى؟ eat. برافو عليك. طب يا مثل جملة الباست سيمبل بتاعتي عايزة احطها في حالة النفي هنعمل ايه؟ طيب احنا قلنا دايما ان النفي بيكون بكلمة not مع ايه؟ مع الهيلبنج فيرب. طب جملتي في الافيرماتيف ما فيهاش هيلبنج فيرب. طب احنا بنعمل ايه في الحالة دي؟ دايما بنستعين بمين؟ فيرب تو دو. في الباست ديد، يبقى النفي بتاعي هيكون بالهيلبنج فيرب didn't. والفعل الاساسي بعدها هيكون ايه؟ انفينيتيف. يعني مثلا لو الجملة دي في النيجاتيف هتقولي I didn't eat fish last week. طيب الهيلبنج فيرب اللي بستخدمه للنفي هو هو اللي بستخدمه للايه؟ للسؤال. يعني لو عايز اسالك هقول لك what did you eat last week او did you eat fish last week. لو انا سالت بالفعل المساعد يبقى سؤالي معناه ايه؟ هل. الا في حاله واحده بس، لو المين فيرب بتاعي لو الفعل الاساسي هو فيرب تو بي. فيرب تو بي ده اي نوع من الافعال؟ تمام، ده irregular فيرب فعل غير منتظم في الباست له شكلين، يا إما was يا إما where. I أو he أو she أو it أو singular noun يبقى was. You أو we أو they أو plural noun يبقى إيه؟ where. طب في حالة إن أنت هتستخدمه وعايز تنفي الجملة هنا مش هجيب فعل مساعد، يبقى النفي wasn't أو weren't. يعني في حالة إن أنا عايز أسأل يبقى سؤالي هيكون برضو يا was يا where. يعني مثلا بتقولي I was at the club yesterday، أنا كنت في النادي امبارح. لو أنا عايز أسألك هقول لك where you at the club، هل انت كنت في النادي؟ يبقى كده الباست سيمبل يا اما فعل منتظم بينتهي بـ ed يا اما فعل irregular حافظه تصريفه، وverb to be من الافعال الغير منتظمه ولكن مع النفي والسؤال في حاله verb to be مش هجيب فعل مساعد مختلف، هستخدم verb to be. They didn't go to Spain next year. هما ما ذهبوش لاسبانيا. طب next year يعني السنة الايه؟ القادمة. طب ارجع لزمن الجملة الأساسي. They didn't go. احنا لسه قايلين طالما عندي didn't ده helping verb ده فعل مساعد خاص بزمن الايه؟ الباست سيمبل. طب ينفع أقول ما ذهبوش وأقول لك السنة الجاية؟ لا، ده أنا كده عايزة keyword بتدل على الباست، يبقى هنا ايه؟ last year. He was poor and he was happy. هو كان فقير وكان مبسوط.
احنا عارفين ان الروابط عندي بتربط الجمل، كل رابط بيكون له هدف. لو انا عايزه استخدم كلمه اند يبقى انا هضيف معلومه، بزود معلومه، بتضيف شيء، ممكن يكون noun، ممكن يكون adjective، ممكن يكون جمله كامله، ممكن يكون فعل. يعني بتقولي I did my homework and helped my mother. I bought a book and a pen. أنا اشتريت كتاب وقلم. علي and عمر are my friends. طب لو كان الجملة زي اللي عندي هنا بدل على تناقض، على عكس في المعنى. حاجة بعرف أعملها وحاجة ما بعرفش أعملها، يبقى ده تناقض. الجملة الأولى هي was poor، هو كان فقير، طب ده فقير تعبان معهوش فلوس فهيبقى زعلان، لا قال لي إيه he was happy، يبقى في تناقض، في مضاد في الفكرة اللي موجودة ما بين الجملتين. يبقى هنا في عندي كذا رابط خدناه يدل على العكس، although وزي ما قلنا في الديالوج، وعندي هنا كمان هستخدم كلمة إيه but. طب أعرف منين أنا هشتغل بإيه؟ لو انا بعد الرابط عندي الفاكت الاساس بتاع الجمله اللي هو هنا هي واز بور، يبقى انا كده محتاجه also. يعني لو الجمله دي عايزه احط فيها also هقول also هي واز بور هي واز هابي. طب لو عندي الفاكت الاول بعد كده التناقض يبقى انا هنا هحط ايه but. كلمه also ممكن تكون في بدايه الجمله، ممكن تكون في نص الجمله، زي بس زي ما قلنا بعدها الفاكت، بعدها الاساس، انما بات لازم يجي لي بعدها الايه التناقض. واتفقنا ان ممكن كمان زي بات في المعنى وفي الاستخدام وفي مكان الجمله كلمه however، بس however عشان تستخدمها هتكتب الجمله الاولى كامله وتنهيها بالفول ستوب وتبدا الجمله الثانيه بايه بهاويفر وتحط بعدها كوما وتشتغل الجمله الثانيه. Do you taller than Ali؟ هنا سؤالي اول حاجه اللي انا عايزه اعملها correct هو do. طب هو انا ليه هنا ميس ما ينفعش استخدم كلمه دو في بدايه السؤال؟ مش ده helping verb، بدايه السؤال هيكون معناها هل؟ هقول لك اه، بس روح لبقيه الجمله بتاعتك. السبجكت يو بعد كده، هل عندي فعل؟ لا، ده انا عندي taller. ايه taller دي؟ صفه. طب الصفات ما ينفعش يبقى معاها دو، لان دو او داز او ديد لازم يكون بقيه السؤال في verb infinitive، فعل في المصدر. طب الصفات المفروض ان انا لما بستخدمها بعمل ايه؟ علي اه، ده انا بستخدم verb to be. يبقى انا هنا لما اسال verb to be هرجع ابص للسبجكت يو، يبقى هتستخدم ايه؟ اكسلنت، هنستخدم كلمه ار. تعالى قبل ما نمشي ونسيب الجمله كده، في حاجه لفتت نظرك هنا، taller than، هل الصفه عندي هنا في الانفينيتيف في مصدرها؟ علي لا، الصفه بتاعتي مضاف لها اي ار، وانا هنا بقارن ما بينك وما بين علي، يبقى ده ايه سنه اولى؟ الكومباراتيف، المقارنه ما بين اتنين في الصفات، مين اطول من مين. هنا كنا بنعمل ايه؟ لازم اشوف الصفه اللي عندي شكلها ايه. الصفات يا اما شورت يا اما لونج. الشورت adjectives الصفات القصيره اللي هي صفه للمقطع واحد، تول، هوت، فات، sunny، فاني، دي كده صفه من وان سيلابل، من مقطع واحد. هتقارن ما بينها وبين حاجه تانية في نفس الصفه، الصفه بتاعتك تضيف لها ايه؟ اي ار، يعني تولر، hotter، bigger، sunnier، funnier، easier، larger، wider. وبعد كده عندي طرف تاني هقارن معاه فبقول اطول من، هستخدم كلمه ايه؟ than. طبعا مع مراعاه ان انت لازم تشوف لي the end of the adjective، نهايه الصفه. صفه زي large، زي wide بتنتهي بحرف e، طبعا انا اصلا بقول er في نهايه الصفه، يبقى احنا كده في الكتابه هنضيف r بس. طب صفه زي easy، زي happy، زي sunny بتنتهي بواي وقبلها consonant letter، يبقى لما تكتب الصفة في المقارنة هتحذف الواي وتحط في آخر الصفة I E R. طيب عندي صفات تانية زي hot، زي big، زي fat، زي sun. هنا الصفة بتاعتك نهايتها ساكن متحرك ساكن، دي علامة بالنسبة لك ان انت هتعمل ايه؟ هتضاعف نهاية الصفة الاول اخر حرف قبل ما تزود الايه؟ الاي ار. يبقى ده كده بالنسبة للإيه؟ للشورت adjectives أو للصفات القصيرة. طب لما أشوف كده جملة بيقول لي orange is healthy than rice، بقارن ما بين البرتقال وما بين الرز في صفة إيه؟ healthy، صحي. short ولا long adjective؟ علي لا، دي short adjective، يبقى معنى كده إنها هتنتهي بإي آر. أقول لك حاسب قبل ما تكتب، الصفة بتاعتك بتنتهي بواي قبلها consonant letter، يبقى لما أجي أكتب المقارنة هتبقى healthier، هنحذف الواي ونحط اي اي ار. طب لو انا الصفه بتاعتي لونج adjective، لو هي صفه طويله
زي هنا سافل عندي ايه؟ crowded. كايرو is most crowded than Alex. القاهرة أكثر ازدحاما من القاهرة. الصفات الطويلة سنة أولى هي الصفات اللي ليها أكثر من مقطع في النطق. crowded, popular, expensive, comfortable, interesting, exciting. في الحالة دي طالما بقارن ما بين حاجتين يبقى هقول يا أكتر يا أقل. طب كلمة أكتر يعني إيه؟ تمام مور، برافو عليكم. طب كلمة أقل يبقى إيه؟ less. يبقى أنا هحط كلمة قبل الصفة مور أو less حسب أنت عايز تقول لي أكتر ولا أقل. طب الـ adjective بتاعتي، بص هنا على كلمة crowded في البيس فورم شكلها الأساسي ما ضفنا لهاش أي حاجة. طب بقارن مع طرف تاني يبقى استخدم كلمة than وأكمل الجملة بتاعتي. يبقى احنا هنا لما نحل الجملة هتبقى كايرو is more crowded than Alex. القاهرة أكثر ازدحاما من اسكندرية. لو عايز أقول مثلا إن الكرة الطائرة أقل شعبية من كرة القدم هتقول إيه؟ volleyball is less popular than football. يبقى less معناها إيه؟ أقل. طب افتكروا كده مع بعض، كان عندي irregular adjectives، كان عندي صفات شاذة في حالة comparative بتتحول، ها مين فاكر؟ تمام، كانت كلمة good لو عايز أقول لك أفضل من بتبقى better، better than. وعندي bad لو عايز أقول أسوأ بقول worse. عندي كمان far بعيد، لو عايز أقول أبعد بقول إيه؟ farther. طب لو بستخدم مقارنة مع الـ countable والـ uncountable nouns، many و much الاتنين بمعنى كثير، في حالة المقارنة بيبقوا more. طب لو بقول little قليل مع الـ uncountable بتتحول إلى كلمة إيه؟ less. I am going to try rock climbing. ها مين يفكرني يعني ايه rock climbing؟ excellent، تسلق الايه الصخور، وقلنا دي من الايه الرياضات او الانشطه الدينجرس او الصعبه. عندي هنا I am going to try. نفتكر الاول يعني ايه going؟ احنا قلنا going to معناها ايه؟ سوف. بتكلم بيها عن ايه سنه اولى؟ عن future plans، عن خطط مستقبليه. يعني يبقى انا كده ان انا بقول لسه هعمل، انا لسه هجرب rock climbing. طب زمن الفيوتشر باستخدام going to عشان تكون الجملة، طبعا أول حاجة السبجكت، بعد كده عندي helping verb، verb to be في present am أو is أو are حسب السبجكت. بعد كده going to معناها إيه؟ سوف. بعد كده المين verb الفعل الأساسي اللي أنت هتعمله بيكون إيه؟ infinitive، فعل في المصدر. طيب إمتى أستخدم going to؟ ما أنا عندي كذا زمن بيدل على الفيوتشر. زي ما قلنا اول حاجه لو فيوتشر بلانز، خطط للمستقبل. يعني ايه مس خطه؟ يعني انت فكرت في الموضوع، انت رتبت افكارك، انا هعمل كذا وكذا وكذا. النهارده لما تروح في فيلم شفت اعلانه انا هتفرج عليه، يبقى تقولي I am going to watch a film tonight. طب ايه كمان؟ لو انت خدت decision، قرار مسبق بحاجه انت هتعملها، يتقول مثلا I am going to meet my friends tomorrow. أنا هقابل أصحابي بكرة. We have decided that. إحنا قررنا ده. يبقى طالما قررت من قبلها يبقى going to. كمان لو بتعمل prediction، توقع، بس مش أي توقع، التوقع بتاعك ده يكون based on evidence، على حسب دليل أنت شايفه موجود قدامك في present. He is studying hard. ده بيذاكر بجد. يبقى هتقول إيه؟ He is going to get high marks. هيحصل على درجات مرتفعة. The sky is cloudy. السماء مغيمة. It is going to rain. الدنيا هتمطر. يبقى طالما في دليل موجود قدامك دلوقتي في البريزنت بتتوقع حدوث حاجة، تختار زمن ايه؟ future باستخدام going to. طب لو رجعت لسؤالي هنا هلاقي ايه اللي ناقصني؟ قال لي I am going to try. المفروض اقول ايه؟ I am going to try. يبقى to الاول بعد كده الفعل في المصدر. طب انا لو هكون سؤال، المفروض ان السؤال بيكون من question word أداة استفهام، بعد كده helping verb الفعل المساعد، subject اللي هو الفاعل، بعد كده main verb الفعل الاساسي. دي الخطوات الاساسيه وبتتغير حاجات على حسب الزمن. يعني لو انا هقول لك انت رايح فين بكره وانت مخطط، هقول لك ايه؟ where are you going tomorrow. where are you going to go tomorrow. انت رايح فين بكره. طب لو عايز اسالك سؤال هل، هبدا بالهيلبنج فيرب، وطالما انا في الزمن فيوتشر بجوينج تو يبقى الهيلبنج فيرب عندي عباره عن ايه؟ فيرب تو بي، ام اور از اور ار. طب السؤال هنا بيقول لي ايه؟ دو يو جوينج تو ذا ورك تومورو. هل انت رايح للشغل بكره؟
انا عندي هنا ايه؟ عندي الفعل في اي ان جي، يبقى طالما كده يبقى الفعل المساعد عندي هيكون ايه؟ ار، ما ينفعش يبقى دو الا لو انا مستخدمه الفعل الاساسي في الايه؟ في المصدر. طب في ازمنه ثانيه بتعبر عن الفيوتشر؟ اه في ازمنه ثانيه بتعبر عن الفيوتشر. We would travel in rocks in the future. احنا هنسافر في الصواريخ في المستقبل. ده عباره عن ايه سنه اولى؟ توقع، تنبؤ. طب هل انا ممكن اخطط لحاجه زي كده؟ لا. هل انا ينفع هنا اعتبر ان ده توقع بناء على دليل كل الناس هتسافر في صواريخ في المستقبل؟ لا، مفيش دليل على ده. يبقى ده تنبؤ بناء على ايه؟ على رايي، على تفكيري انا. والتوقع او التنبؤ اللي بيكون بناء على الراي ما ينفعش استخدم فيه going to. اما كنا بنستخدم فيه ايه؟ اه تمام، كنا بنستخدم فيه will. طب نفتكر كده مع بعض الفيوتشر باستخدام كلمه will. هي اصلا will معناها ايه؟ سوف. تمام. طب دي عباره عن ايه؟ دي فعل من الافعال الناقصه، دي modal verb، فبستخدمها كhelping verb، فعل مساعد. يبقى السبجكت will، وبعد كده المين فيرب، الفعل اللي انت هتعمله في المستقبل. بعد will دايما بيكون ايه؟ infinitive، فعل في المصدر. استخدمه امتى؟ زي ما قلنا اول حاجه توقع، بس بناء على رأيي، تخميني أنا، توقعي أنا. I think it will rain tomorrow. أعتقد إنها هتمطر بكرة. طب أنا شعرفني؟ معرفش، ما سمعتش الأرصاد وما شفتش دليل، توقعي أنا. عشان كده ممكن ألاقي كلمة think، أعتقد، believe، يصدق أو يعتقد، expect، يتوقع، probably، محتمل، sure، بالتأكيد. دي كلمات بتيجي مع التوقعات اللي أستخدمها في future mobile. ممكن كمان تستخدم future will في حالة ان انت بتدي وعد. I promise I will get you a new phone. بوعدك ان انا هجيب لك تليفون جديد. في حالة التمني I hope، بتتمنى للمستقبل، يبقى دايما I hope بعدها future باستخدام will. I hope I will pass my exams. اتمنى ان انا انجح في امتحاناتي. لما تكون بتطلب حاجة من حد للمستقبل will you help me، هل هتساعدني؟ أو لما أكون بهدد حد I will punish you، أنا هعاقبك، يبقى تهديد، وعد، طلب، تمني، تنبؤ بس بدون دليل. وكمان الـ quick decisions، القرارات السريعة، القرارات الفورية. I am hungry I will make a sandwich، أنا شعرت بالجوع فقررت دلوقتي حالا بمجرد شعوري بالجوع إن أنا أعمل ساندويتش. يبقى ده كده عبارة عن إيه؟ عبارة عن قرار سريع، مش قرار سابق زي going to. لو جملة future باستخدام will عايزاها في حالة النيجاتيف أو النفي، يبقى الهيلمنج فيرب هيتنفى will، هتبقى will not اللي هي بنكتبها اختصارا أو short form كلمة want. The sofa is made from leather. الصوفة اللي هي الكنبة made يعني إيه؟ مصنوعة. طب إحنا خدنا حاجة اسمها made of وأخدنا حاجة اسمها made from، وقلنا ان في فرق ما بينهم هيتوقف على الايه؟ على الماتيريال، على الماده اللي مكتوبه ورا. كلمه ليذر يعني ايه؟ اه الجلد. طب الجلد اللي بيتصنع منه كنب، بيتصنع منه شنط، بيتصنع منه احذيه، هل انا اول ما اشوفه بتعرف عليه؟ اه انا بتعرف عليه بمجرد النظر. يبقى في الحاله دي مش هينفع استخدم ميد اوف، هستخدم ايه؟ ميد فروم، هستخدم ميد اوف. يبقى معنى كده ان الماده اللي مصنع منها الشيء لو اتعرفت عليها مجرد ما شفتها بالنظر، باللمس، بأي حاجة تانية، يبقى في الحالة دي هنقول made of، مصنوع من. طبعا اللي أنا بدأ بيه الجملة ده مش فعل، ده object مفعول. إذا كان مفرد هنستخدم الهيلبنج فيرب is، بعد كده دايما made في صورة الباست participle، ما ينفعش making هنا. لو اتعرفنا على المادة زي ما قلنا تبقى made of. أما استخدم made from امتى؟ لو المادة بتاعتي حصل لها تغيير أثناء عمل الشيء، ولما شفتها لو أنا ما عنديش فكرة عنها فأنا مش عارف هي إيه. يعني مثلا أنا باكل عيش، ده مصنع من الدقيق، أنا مش شايف الدقيق، يبقى كده إيه؟ made from. لو أنت بتقولي إن المكتب ده مصنوع من باب قديم، أنا كان عندي باب خلاص مش عايزاه حرميه فعملت له إعادة تدوير وخدت الخشب عملت مكتب، أنا لما أبص على الديسك أو على المكتب مش هعرف ان ده باب، يبقى كده هقول ايه؟ made from. يبقى made of لو المادة ظاهرة بوضوح، لو المادة اتغيرت يبقى made from. What do chairs made of؟ انا هنا بسأل هي المادة دي مصنوعة من ايه؟ الكراسي دي مصنوعة من ايه؟ طيب الفعل المساعد اللي هو حطه هنا do، طب احنا اتفقنا ان انا قلت ايه هنا؟ the sofa is في السؤال اللي فات، يبقى احنا بنستخدم قلنا verb to be.
وميد اتفقنا ان هي زي ما هي كده في الباست بارتيسيبل. يبقى فيرب تو بي، روح بص على الكلمه اللي عندك ايه، شيرز بلورال ناون اسم جمع، يبقى لازم تقولي ايه، ار. بي كيرفول، احترس، اور يو ويل هيرت هيم سيلف، والا هتاذي ايدي. هقول لك ايه، خلي بالك والا هتاذي نفسك. طب هيم سيلف دي عباره عن ايه؟ اه ده ريفلكسيف بروناون، ده حاجه اسمها ضمير منعكس او ضمير تاكيد. ايه الريفلكسيف بروناونز دي، نفتكرها مع بعض. قلنا دي عباره عن ضمائر وظيفتها في الجمله ان انت بتقولي الفاعل هو المفعول، انت اللي هتاذي. طب هتاذي مين؟ هتاذي نفسك برضو، يبقى انت السبجكت وانت الاوبجكت. اه طب ليها استخدام كمان ان السبجكت او الفاعل يكون عمل الفعل on his own لوحده without help، محدش عمله معاه. طب نفتكرهم مع بعض، لو انا بتكلم عن نفسي I، يبقى الضمير المنعكس او الreflexive pronoun هو ايه؟ my self. طب لو عندي you، قال لي اه لا خلي بالك دي ليها حالتين، هي you معناها ايه؟ انت او انتي، يبقى الreflexive pronoun your self، يبقى هنا موجه لايه؟ لسنجلر. طب ما هي you كمان معناها انتم، موجهة للبلورال للجمع، يبقى هنا الريفلكسيف بروناون هيبقى يور سيلفس. طب انا عندي هي هتبقى هيم سيلف، يبقى معنى كده ان هيم سيلف هنا دي ما ينفعش في الجمله دي. شي هير سيلف، ات ات سيلف، وي اور سيلفس، ذي ذم سيلفس، يبقى نفسك نفسها انفسنا. طب انا هنا بقول لك يو ويل هيرت، انت هتأذي ايه؟ يور سيلف، يبقى هتأذي نفسك او هتضر نفسك. She made lunch myself، هي عملت الغداء، عملته ايه؟ بنفسي؟ لا طبعا عملته بنفسها. طب السبجكت هنا she، يبقى الريفلكسيف بروناون ايه؟ herself، وهنا المعنى ان هي عملت الفعل ايه؟ بدون مساعده، ما حدش عمله معاها. وفي الحاله دي ممكن الاقي قبل الريفلكسيف بروناون كلمه by. He can't speak English. Will he? ايه ده يا مس؟ انا عندي جمله واخرها سؤال. اه افتكر مع بعض حاجه اسمها الكويستشن تاج، السؤال المزيل. اليس كذلك؟ مش كده؟ ده سؤال بحطه للاستفهام او للتاكيد، بتاكد من المعلومه. طب نعمله ازاي؟ حاجتين اتنين، helping verb وسبجكت بروناون الفعل المساعد وضمير الفعل، ما ينفعش يبقى ناون، لازم يكون ضمير يدل على الفعل. هجيب الهيلبنج فيرب منين؟ من الجملة الأساسية. هنا عندي كانت، يبقى أنا الفعل المساعد هو كان. طيب الحاجة التانية بقى هشتغل ازاي؟ مثبت منفي، منفي مثبت، يعني أعمل ايه؟ الجملة بتاعتي في حالة الإثبات affirmative، يبقى أنا هشتغل بفعل مساعد نيجاتيف منفي. الجملة بتاعتي نيجاتيف، يبقى أنا هشتغل بفعل مساعد ايه؟ affirmative. طب عندي كانت هنا في حالة الايه؟ النفي، يبقى الهيلبنج فيرب اللي أنا هستخدمه كان، هيكون في حالة الايه؟ الإثبات. طب امتى استخدم will؟ لو انا عندي ايه؟ want. لو عندي في الجمله is، يبقى انا هستخدم isn't. لو عندي في الجمله مثلا should، يبقى انا هستخدم shouldn't. الجمله مثبته انا هشتغل في النفي، الجمله منفيه انا هشتغل في الاثبات. نشوف كده كمان سؤال، علي never comes late، علي ما بيجيش متاخر ابدا. doesn't he، اهو خدت بالك عندي subject علي، ما ينفعش اكتب علي، بحط الضمير اللي يدل على الفاعل he. طيب لو انا رحت للزمن بتاعي هنا، علي comes، ده زمن ايه؟ سنه اولى، ده البريزنت سيمبل. طب جمله البريزنت سيمبل في حاله الافيرماتيف، في حاله الاثبات ما فيهاش فعل مساعد. طب هعمل ايه؟ روح للفعل بتاعك. لو الفعل بتاعي انفينيتيف في المصدر، يبقى انا معنى كده ان الفعل المساعد بتاعي ايه؟ don't. لو الفعل بتاعي is، لو الفعل بتاعي في المصدر، يبقى انا كده هستخدم don't. لو الفعل بتاعي في نهايته اس، يبقى هستخدم ايه؟ doesn't. طيب يا ميس ما هو حاطط doesn't اهو صح؟ قلت لك لا خلي بالك، احنا قلنا لو الجمله مثبته اشتغل انا في النفي، لو الجمله منفيه هشتغل انا في الاثبات. طب وانا عندي في حاجه منوره لي هنا كلمه ايه؟ never. never دي اداه ايه سنه اولى؟ never دي اداه نفي، دي negative word، يبقى معنى كده ان الجمله منفيه، المفروض انا اشتغل في الايه؟ في الاثبات، يبقى مش هينفع اكتب doesn't، هكتب ايه؟ does. طب حاجه كمان، لو انا بقى زمن past simple يا ميس هعمل ايه؟ لو جملتي affirmative past simple، يبقى انت هتستخدم فعل مساعد ايه؟ didn't. ما عدا كده هلاقي كل الازمنه بتاعتي الفعل المساعد بتاعها موجود في الجمله. I am a teacher. I'm not I.
طيب جملتي صح اهو، هعمل كوركت ليه؟ انا عندي ام استخدمت ام نوت، قلت لك لا خلي بالك انا عندي حاله irregular، ان لو عندي اي ام في حاله الاثبات يبقى الهيلبنج فيرب في حاله الكويستشن تاج يتحول لايه؟ لارنت. الله ينور عليك. في حاجه كمان قلنا خلي بالنا منها واحنا شغالين، ان لو بدايه الجمله كلمه there يوجد او هناك، لما اجي احط الفاعل هكتب كلمه there زي ما هي. I met شيكابالا yesterday which plays in الزمالك. انا قابلت شيكابالا اللي بيلعب في نادي الزمالك. الذي، التي، الذين، اللاتي، ايه الحاجات دي؟ اللي دي السبجكت الريلاتيف بروناونز، ضمائر الايه؟ الوصل. ايه فايده ضمائر الوصل؟ فايده ضمائر الوصل هو ربط الجمل وعدم التكرار. انا بتكلم عن سبجكت او بتكلم عن اوبجكت في اكتر من جمله، لا هخليهم جمله واحده وهشيل السبجكت او الاوبجكت اللي انا اتكلمت عنه بضمير وصل على حسب انا بتكلم عن ايه. لو انا بتكلم عن انسان، عن عاقل، يبقى الريلاتيف بروناون بتاعي هو كلمه هو، معناه ايه؟ الذي، التي، الذين، اللاتي، على حسب الجمله معناها ايه. لو انا بتكلم عن شيء غير عاقل هستخدم كلمه ويتش، وهو او ويتش الاثنين ممكن استخدم بدلهم كلمه ذات، وبرده ويتش معناها الذي او التي. طب لو انا يا ميس بتكلم عن مكان، لو بتتكلم عن مكان هستخدم كلمه وير، بس خلي بالك يبقى المكان ده انت عملت فيه فعل. This is the school where I learn. هذه المدرسة حيث أتعلم، اللي بتعلم فيها. طب لو بتكلم عن وقت هستخدم when. Friday is the day when I go to the club. يوم الجمعة هو اليوم اللي بروح في النادي، عندما. لو بتكلم عن ملكية، بدل صفات الملكية، بدل اس الملكية هستخدم الضمير whose. The girl whose eyes are green is my sister. البنت اللي عينيها خضراء، بتكلم عن حاجة هي بتملكها، حاجة تخصها، دي تكون أختي. The boy whose father is a doctor is my friend. الولد اللي باباه دكتور بيكون صديقي. أنا مش بتكلم عنه هو، أنا بتكلم عن حاجة تخصه، عن باباه. يبقى هنا بتكلم عن الملكية whose، دي لازم يجي وراها الشيء المملوك على طول. طب لو رجعت الجملة هنا هلاقي أنا بتكلم عن إيه؟ بتكلم عن شخص. أنا قابلته امبارح، يبقى الريلاتيف بروناون أو الضمير اللي هستخدمه هنا كلمة إيه؟ هو. طب نشوف كده جملة كمان. The story where I read was exciting. القصة اللي أنا قريتها كانت شيقة. بنتكلم على إيه؟ على الستوري، شيء غير عاقل. يبقى الريلاتيف بروناون أو ضمير الوصل اللي هستخدمه هو كلمة إيه؟ which. When a turtle be in danger, it goes into its shell. السلحفة لما تكون في خطر بتدخل في الصدفة بتاعتها. عندي هنا كلمة when دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن linking word، دي رابط بيربط الجملتين ببعض. قلنا ممكن استخدم هنا when او ممكن استخدم حاجة اسمها if، عندما او كلمة if معناها اذا او لو. طب انا هنا بعبر عن ايه سنة اولى؟ بعبر عن fact، عن حقيقة. دايما لما بتبقى في خطر بتدخل في الصدفة بتاعتها. لو بتكلم عن facts، عن حقائق، سواء حقائق علمية أو حقائق ثابتة بالنسبة للشيء أو للشخص اللي أنا بتكلم عنه، يبقى هنا بستخدم الزيرو conditional، الحالة الصفرية الأولى. if وراها الموقف أو الشرط في زمن الـ present simple، والجملة التانية بتكون النتيجة برضو في زمن الـ present simple، لأني بعبر عن إيه؟ عن حقائق. طب طالما إن أنا هنا في زمن present simple، a turtle singular noun be، هصرف verb to be بقى ايه؟ is. طب في حالة تانية من حالات if، ممكن اكون بتكلم عن شيء محتمل الحدوث، حاجة ممكنة الحدوث، مش نتيجة ثابتة زي اللي فات. طب الأشياء المحتملة بنسبة عالية بتكلم عنها بال first conditional، بالحالة الأولى من if، اللي هي if وهيبقى معاها ايه؟ الجملة اللي معاها if على طول جملة الشرط present simple. طب الجملة التانية بتبقى future simple. If I won the match, I will be so happy. لو أنا هكسب المباراة هكون مبسوط جدا، بتكلم عن شيء محتمل، إن الفرحة دي هتبقى حلوة قوي لو أنا إيه كسبت الماتش. يبقى عن معنى كده إن if هيكون معاها زمن present simple. لو افتكرنا الزمن مع بعض، ال present simple حسب الإيه؟ ال subject. I, you, we, they أو plural noun، يبقى ال verb infinitive. He أو she أو it أو singular noun
الفيرب هيكون في نهايته اس او اي اس او اي اس، يبقى هنا هقول ايه؟ if I when. برافو عليك. لو رحنا بقى لنوع تاني من الأسئلة، هو أسئلة choose. شوف كده مع بعض. You need a lot of A to make a beautiful basket. عشان أصنع باسكت جميل محتاجة الـ A. skirts جيبة، skeleton هيكل عظمي، skills مهارات، ولا squares ميادين أو مربعات. طبعا جزء كبير من أسئلة الـ choose بيكون على الفوكاب، على الكلمات، وجزء منها ممكن يكون على الجرامر. طبعا والفوكاب بتشمل إن يكون فيها prepositions. هنا عندي عشان اصنع باسكت محتاجه الايه؟ طبعا من دول محتاجه الايه؟ السكيلز. A space is tall and narrow building. ضلمت، ضلمه الشاشه، ضلمه الشاشه، هنا ضلمه. عايزه A space is a tall narrow building. مبنى طويل وضيق. ايه المبنى اللي ينفع اوصفه بهون ان هو طويل وضيق؟ طب عندي نارو تاور، لا تاور ولا تاور ولا بيراميد ولا ماونتن. اول حاجه عندي هي كلمه تور، تور اللي هي الجوله السياحيه، تاور اللي هو البرج، بيراميد يعني الهرم، وماونتن اللي هو الجبل. ايه اللي ينفع اوصفه بان هو مبنى طويل وضيق؟ طبعا الايه سنه اولى، تاور. برافو عليكم. طيب نشوف كده سؤال كمان. داليا از سبيس هوليداي ان امريكا. داليا ايه؟ اجازه في امريكا. هنا هسأل في البريبوزيشن in، of، on، for. كلمة holiday البريبوزيشن اللي هستخدمه معها هو كلمة ايه؟ برافو عليكم، excellent. هستخدم كلمة ايه؟ on. What do you think the new TV show? What do you think؟ ايه ده؟ فكروني كنا بنعمل ايه بالجملة دي؟ ممكن تجيلي كده استخدام في دايلوج؟ ده سؤال عن الopinion، سؤال عن الرأي. What do you think؟ ايه رأيك في العرض او البرنامج التلفزيوني الجديد؟ of ولا about ولا on ولا for؟ هنا هتبقى do you think ايه؟ طبعا about. طب كان في سؤال تاني ينفع استخدمه للسؤال عن الرأي، ها مين فاكره؟ برافو عليكو. what is your opinion؟ ما رأيك؟ ولو انت اللي بتعرض رأيك في الديالوج ممكن تقول I think، انا اعتقد، او in my opinion، في رأيي. There weren't any cars in space Egypt. ما كانش في اي سيارات في مصر. ايه؟ طيب قبل ما نشوف الاختيارات، انا عندي هنا there weren't. احنا خدنا كده من الترم الاول ان انا لو اقول يوجد ممكن اقول there is او there are. there is على حسب الكلمه اللي جايه وراها. هستخدم there is امتى؟ تمام، لو عندي singular noun اسم مفرد، او لو عندي uncountable noun اسم لا يعد. انما عشان استخدم there are يبقى لازم يبقى عندي plural noun اسم جمع. نفس الكلام لو بعبر عن الباست، الباست عندي من is فهو ايه؟ was. يبقى there was مع singular noun او uncountable noun، و there were مع plural noun مع الاسم الجمع. وفي حالة النيجاتيف يبقى النفي الفيرب to be زي هنا كده there weren't. لما كانش في سيارات في مصر ايه؟ modern الحديثة، new الجديدة، ancient القديمة، ولا سبيشال خاصة؟ في مصر خاصة عن مصر العادية؟ لا طبعا عندي هنا ايه؟ ancient Egypt، مصر الايه؟ القديمة. That table is made wood. الترابيزة مصنوعة الخشب. هنا عندي قلت لو المادة اللي انا صنعت منها الشيء ظاهرة وواضحة اقدر اتعرف عليها بمجرد ما ابص لها، يبقى هستخدم ايه؟ from، of، on، in. برافو عليكم، يبقى made of. A train is space than a bus. ايه الجملة اللي عندي دي سنة أولى مالها؟ دي comparative، في عندي هنا طرفين بقارن بينهم. عرفت منين؟ عندي الطرفين وعندي كلمة than. طب اختار ال adjective أو الصفة بتاعتي ايه؟ fastest، fast، faster، more fast. لا احنا قلنا هشوف الصفة. هنا عندي صفة fast، دي short adjective، صفة قصيرة، يبقى هختار كلمة ايه؟ faster. شوف كده الجملة اللي بعدها، بقول علي is tall but Rami is space. علي طويل ولكن رامي ايه؟ فانا عندي هنا لقيت الاختيارات the tallest الاطول، ولا taller اطول، ولا more tall، ولا as tall. طب هو ايه اللي احنا بنعمله هنا؟
مس انا هنا بقارن ما بين علي وما بين رامي، طب ما انا ما عنديش كلمه زان. هنا المقارنه مفهومه ضمنيا، مفهومه منين؟ طالما ان انا عندي هنا جمله في الاول هي اللي فهمتني، ما انا بقول علي طويل بس رامي ايه، فلقيت عندي هنا ان انا بقارن ما بين طول رامي وما بين طول علي من غير ما اكتب الجمله بالطريقه الايه التقليديه. طب الصفه اللي عندي هنا شورت ادجكتيف، يبقى انا هستخدم كلمه ايه تولر. طب ممكن الاقي المقارنه دي فين كمان؟ في السؤال. لو انا بقول لك هو از تولر، مين الاطول رامي اور علي، يبقى انا ممكن استغنى عن كلمه زان اذا كان الشخص اللي انا بقارن معاه موجود في الجمله الاولى، طبعا شخص او شيء، او عندي سؤال بقارن ما بين ايه حاجتين، فهنا مش بحط كلمه ايه زان. The bread الخبز is made space flour، العيش مصنوع من الدقيق. طيب احنا متفقين ان على حسب انت لما بتمسك الخبز بتمسك العيش، هل بتشوف الدقيق؟ هل بتتعرف عليه مجرد ما تبص له كده بتقول اه ده دقيق؟ لا، انا عندي ماده الدقيق اتحولت لحاجه ثانيه خالص اللي هي العجين والعيش اللي انا باكله في الاخر، اصبح مش ممكن اتعرف عليها بمجرد النظر، يبقى هنا هقول ميد ايه فروم. If I feel tired I space to bed، احنا قلنا ان if يا اما الزيرو كونديشنال الحاله الصفريه present present بتعبر عن الفاكتس الحقائق، يا اما الفيرست كونديشنال او الحاله الاولى بتعبر عن شيء احتمال حدوثه في المستقبل عالي. طب هنا عندي going go goes went، يبقى هنا لما احس بالتعب او بالارهاق انا على طول بدخل انام، النتيجه دي عندي ثابته، يبقى انا هنا الحاله الصفريه يبقى I الفعل ما هيكون في المصدر لان ده present simple، يبقى I go. Did you miss the bus؟ هل فوت الاتوبيس؟ فكروني بقى انتوا كده، ده زمن ايه؟ مس احنا سالنا هنا ب did، يبقى ده زمن الباست ايه سمبل. طب زمن الباست سمبل ماضي بسيط بيقول لي tomorrow غدا، ولا yesterday امس، next week الاسبوع القادم، ولا next night الليله القادمه؟ لا طبعا هنا الكي وورد المناسبه هتبقى كلمه ايه yesterday اللي هي بتدل على الوقت في الماضي. Thanks for watching. أتمنى أن يكون الفيديو أفادكم سنة أولى، ولو حد عنده أي سؤال أو أي كومنت يبعته لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.